يعني إذا كنتم مرضى نفسيين قولولنا نبلغ فيكم الطب النفسي. الشيخ أحمد كريمة فتح النار من جديد على مشايخ السلفية، والسبب فتاوى عيد الفطر اللي بيطلعها الجماعة كل سنة. ورغم إننا كمصريين متعودين على الفتاوى الغريبة من جماعة السلفيين، لكن الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر قرر إنه مش هيسكت لهم المرة دي، وطلع علشان يرد على فتاوى السلفية واللي أصروا يخالفوا الأزهر الشريف ودار الإفتاء لما قالوا زكاة الفطر تخرج حبوباً أو طعاماً ولا يجوز إخراجها نقوداً. يا ترى الشيخ أحمد كريمة رد إزاي على الشيوخ السلفية؟ وإزاي غلطهم في فتاويهم اللي معظمها غريبة ومختلفة عن دار الإفتاء؟ تعالوا نشوف القصة مع بعض. الموضوع كله بدأ لما دار الإفتاء المصرية طلعت فتوى وقالت إنه يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر فلوس بدلاً من الحبوب، وطبعا الكلام ده ما جاش على هوا شيوخ السلفيه، فطلعوا بقى وقالوا لا ما ينفعش، لازم زكاه الفطر تكون حبوب او طعام، وقالوا كمان انها لو بقت فلوس فاجرها مش هيكون كامل. لحد هنا عادي، كلنا متعودين على السلفيه انهم ماشيين بمبدا خالف تعرف. بس الغريب بقى هنا كان هو رد الشيخ كريمه اللي شكله ما قدرش يمسك نفسه زي كل مره عن السلفيه، وبدأ يهاجم شيوخ الجماعة دي بكلام قاسي شوية، وده اللي تسبب في إن الموضوع انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا. كريمة وصف السلفيين بأنهم كدابين وبيضحكوا على الناس، وجه كلامه لشيوخ الجمعة وقال لهم انتوا بتقولوا انكم بتنقلوا سنة النبي، حرام وعيب، بلاش تظلموا سنة النبي معاكم، سنة النبي لليسر وليست للعسر، وللرفق وليست للشدة، بغطوا الدين للناس ليه؟ وكمل كلامه وقال السلفية عمالين يكفروا ويفسقوا ويبدعوا، منهم لله، أضعفونا قدام الملاحدة والعلمانيين، اللي بتبنيه في المساجد هم بيهدوه بغبائهم. الشيخ أحمد كريمة علق كمان على فتوى إخراج زكاة الفطر مال ولا حبوب، وقال بيقولوا طلع درة، طيب السنة دي مش عارف هتطلعوا إيه، حتى العدس غالي على وشكم، والغريب إنهم بيطالبوا إنك تدفع الزكاة أثناء الذهاب لصلاة العيد. الشيخ أحمد كريمة تقريباً كان مغلول منهم، لأنه كمل هجومه على الشيوخ الجماعة وقال أتحدى شيوخهم إذا كانوا حافظين جزء عامة، وقال إنه طالبهم كتير باختبارهم في جزء عامة، لكن هم شيوخ السلفيين كل واحد فيهم عايز يأكل عيش ومهلبية ويبني أربع شقق في الأحياء الراقية ويتجوز أربع نساء وأسطول عربيات، هو الفقير يعمل إيه بالدورة ولا الرز ولا الشعير؟ يا حبيبي اللي طلعت عدس، انت عايز الفقير ياكل عدس في العيد وانت تاكل مهلبية؟ هو انتوا مفيش عندكم عقل؟ يعني اذا كنتوا مرضى نفسيين قولولنا نبلغ فيكم الطب النفسي، واذا كانت عقولكم فيها حجارة قولولنا نجيب شنيور ونكسرها. ده كان رد فعل الشيخ احمد كريمة على مشايخ السلفية بسبب فتوى اخراج زكاة الفطر فلوس ولا حبوب. قولنا انت ايه رأيك في الكلام اللي سمعته؟